يعني لا يستحق هذا المركز اللي هو مركز ال 15، يستحق مركز افضل من كده اللي هو وادي دجله. اه طبعا وادي دجله. يعني ده بناء على الاداء والنتائج اللي عملها. والغريب ان هو طبعا منيا بتسع هزايم، لكن انا اعتقد ان كسلين جدا من اللي تابعوا اداء الفريق حلو عليه، بيلعب كوره جيده. محمد مكي احد او الصفقه المهمه جدا اللي عملها وادي دجله فتره يناير، واخده من حرس الحدود. أيوة. احرز الهدف الاول في الدقيقه 19 وبيلعبوه تحت راسين الحربة. بالظبط، ما بيلعبش باك زي ما كان بيلعب في الحرس. هو كان مع الحرس بيلعب في مراكز كتيره مختلفه. ولعب في وسط الملعب قبل. صحيح. وكان جوكر. وانا اذكر ان احنا لما عرفنا ان هو هينتقل من الحرس الى وادي دجله، قلنا يعني كيف يستغنى عنه حرس الحدود، لان هو من اللعيبه المهمين جدا عند الحرس. هو طبعا كان من حقه التعاقد الا اذا كان جدد، فهو ما جددش. يعني ده الهدف اقول هو جايبه محمد مكي. طبعا ما اقدرش اقول انه هدف عبقري، يعني هاي. يعني هدف لا هو فيه مهاره ولا هو فيه ان يعني مكي عمل حاجه كبيره قوي في الهدف ده، لكن هو اللي عمله في وسط الملعب والدور اللي بيعمله في المباراه، ربما هو ده اللي نقول عليه مكسب لنادي وادي دجله. صحيح. كان مكي تقدم طبعا بهدف، واحمد بلال سجل هدف التعادل في الدقيقه 30 من ضربه جزاء. واحمد بلال يعتبر اللاعب الدولي الوحيد اللي في 22 لاعب في الملعب، وطبعا يعني مميز جدا، وهو حتى يعني له 6 اهداف اعتقد بهذا الهدف اللي سجله من ضربه جزاء. احمد بلال ظهر كويس قوي في سموحه، وكان يعني قرات له تصريح انه بود انذار. نعم. وادي دجله عمل مباراة جيدة، وكان يستحق طبعا الفوز. المباراة الشوط الأول انتهى بالنتيجة اللي قلناها 1-1، وده انفراد أهو. ده انفراد. طبعا. انفراد لسموح. لسموحة. أيوة. لكن الحصيلة يعني ده اللاعب حمودي بتاع منتخب مصر للشباب، لعيب مهم قوي. المنتخب الأولمبي، أنا آسف. نعم. الشوط الثاني كان طبعا يمكن كفة وادي دجلة كانت أرجح قليلا. هم كانوا حزانة جدا بعد المباراة لهذا التعادل، وحتى لما وادي دجلة رغم ان هم بيلعبوا بره ملعبهم. ولما يعني هشام زكريا قال له مبروك على النتيجة، اللي هو المدرب العام. كان تعليقه احنا ما كسبناش نقطة ولا حاجة، احنا خسرنا نقطتين، لان احنا كان يجب تقول لنا هارد لك، لان احنا كان يجب ان نفوز بهذا اللقاء. يمكن كدا. الكلام ده بقى في الشوط الثاني، الشوط الاول لغاية دلوقتي اللي قدامنا المباراة تكاد تكون سجال. هو فعلا في الشوط الثاني كان بالظبط وادي دجلة اكثر فرصا في اللي هو اللي قدامنا دلوقتي المفروض. بالظبط. الملعب الاستاد بدأت النجيلة، يبدو ان الشتاء مؤثر على النجيله في مصر كلها، ما عندناش صيانه جيده للملاعب. لا ده هو الملعب الاسكندريه اتاثر تاثر شديد قوي بال 10 ايام اللي فاتوا. اللي فيهم او ال 15 يوم اللي فيهم كذا نوه. بالظبط. تعرضت ليها اسكندريه وامطار غزيره جدا. لا متاثر بشده طبعا، انها اثرت على ده كان ملعب بيبقى سجاده. لا اثرت طبعا على الملعب بشكل. طب ليه في اوروبا يا استاذ فتحي ما بيحصلش الكلام؟ في اوروبا دول متقدمه يا حضرتك، دي كلمة بتاعت حسن مسكاوي. هو الدول المتقدمة. نظام المطر عندهم فظيع على طول. لكن نظام الملعب والمصفى اللي تحت الارض والتدفئة والكلام ده كله. كفاية انك انت تاخد لعيب في ظهرك وتسبقه وخلاص انتهينا. ده هدف التعادل. برضو هدف الحقيقة سهل يعني برضو ما فيش فيه إلا عبقرية التواجد في المكان، يعني إذا كان التواجد في المكان الصح فيها عبقرية، لكن غير كده هدف طبعا سهل جدا، ما فيش فيه أي
يعني نقول ان وادي دجله بيمارس هوايته في التعادل في الاوقات القاتله برضو قبل كده. عاشور التائي مع الانتاج الحربي لو تتذكر كان في الدقيقه تقريبا برضو 86 او حاجه زي كده، وتعادل ايضا مع الانتاج الحربي في هذا التوقيت القاتل يعني.